النقد؟ الناس مستويات في هذا التعامل مع النقد. فهناك الرافض الكلي، وهناك المتقبل بصعوبة، وهناك الذي يدرك غاية النقد وأهداف النقد فيكون منفتحا عليه. فالصنف الأول هو الذي يتصف من الناحية النفسية بعدم اليقين وعدم الثقة في النفس، لأنه كلما توجهت إليه سهام النقد إلا واعتبر المسألة مسألة شخصية، أو أنه انتقاص من قيمته، أو أنه تشكيك في قدراته. وبالتالي هذا الذي يجعل أن الأمر يخرج عن سياق النقد إلى الشخصنة، واعتقاد أن النقد موجه لشخصه وليس إلى سلوكه. ولكن لا يمكن أن ننومه دائما، لأن هناك من يتملك النقد كوسيلة لضرب الشخص نفسه، وهذا هو الذي يجعلنا دائما في غالب الأحيان نكون متحفظين تجاه النقد. الصنف الثاني الذي يتقبل النقد بصعوبة هو الذي يتقبل النقد ولكن هو ليس بشكل رفض نهائي، هذا الذي يشتغل على الذات وله تجارب من خلال النقد الذي أفادته من جهة أو من ناحية بناء تلك السلوكات أو بناء تلك المعلومة. تمام. وهذا ربما له إمكانية أن يجعل من النقد وسيلة مساعدة لكي ينمي قدراته، لكي ينفتح على الآخر، وكي يعيد النظر في بعض الأخطاء، لأننا كل بني آدم خطأ، كلنا خطاؤون، بل أن العلم أساسه وجوهره هو أنه يعترف بأخطائه لكي يحسن منها ويجود عمله. وقد أشار إلى هذا غاستون باشلار حينما قال أن الذي يعجز أو يعجز العلم على أن يتقدم هو العوائق الإبستيمولوجية، أي أننا نتمسك بفكرة معينة علمية على أنها حقيقة مطلقة، ولكن حينما يتخلص الإنسان من هذا الفكر المتجمد يمكنه أنذاك أن ينفتح على الممكن، والممكن هو الذي جعل العلم يتقدم. والنقد ينبني أيضا على هذه الفكرة، وهي الفئة الثالثة التي تؤمن بالممكن، والتي تقول ربما أنا على خطأ، ربما الآخر على صواب، ربما الفكرة التي أحملها قد تجاوزها التاريخ العلمي وقد تجاوزها التقدم العلمي، فيجعل الباب منفتحا لكي يتملك القدرات الجديدة، ولكن مع العلم أنه لا يفقد الثقة في نفسه، لأنه دائما لابد من أساس معرفي علمي سلوكي أخلاقي اجتماعي نستند إليه كمعيار لرفض أو قبول النقد، دون أن تكون لنا ذلك الرفض الأوتوماتيكي التلقائي نحو أي نقد كيفما كان نوعه. وهذا هو الذي نحتاجه طبعا، الذي يجعل المجتمعات، وهذا جواب على سؤالك سيدتي في البداية، قد تتحفظ على النقد، ربما هو بعد آخر، وهنا نتحدث عن الجانب الاجتماعي وليس الجانب النفسي، وهو الخوف عن فقدان مكانة معينة، عن فقدان عمل معين، الخوف من الوصم، الخوف، هي كلها كلمات تجعل الإنسان ينتبه للاستمرار مثلا في مجال العمل، استمرار في مجال المدرسة، كيف لا يلصق بي اتيكيت معين، كيف لا أكون ضحكة الآخر. وهذا ولكن ما علاقة هذا بالنقد إذا ما انطلقنا؟ إذا نحن لم نفهم ما هو النقد إذا صحيح. إذا ما ربطناه بكل ما هو شخصي لذاتي. صحيح، وهذا هو الذي سوف يفتح الباب على السؤال الثاني، كيف نشخص النقد وكيف يتحول إلى ظرف الشخص عوض أن يبقى نقدا كما هو مطلوب منه. النقد كما قلت يكون لفكرة معينة لسلوك معين نعتبره خطأ أو نعتبره يمكن أن يكون أفضل، أن نجود الهدف والنوايا هي من أجل التجويد أو من أجل التصحيح. يعني الكلام هنا نبقى على مستوى الكلام، يعني إذا كنا في إطار أحاديث ثنائية فيما بيننا، لي أفكاري لك أفكارك للآخر أفكاره، نتجادل نتقاسم أطراف الحديث ولكل منا وجهة نظر، إلى هنا إلى هنا تفهمنا تمام؟ صحيح. عندما أقول أنا أفكارا تناقض أفكارك ولا تتماشى معها البتة، هل بمعنى هذا على أنك تثور ثائرتك لأنني لم أتماشى معك في نفس الطرح؟ وهذا هل هو أثارتك أفكاري أم شخصي؟ صحيح، وهذا هو الذي ننفتح عليه حينما نتحدث عن قبول الاختلاف، هي ليست فقط مسألة أخلاقية بل هي أساس التواصل الإنساني والعلاقات الإنسانية. إذا لم ننفتح على الاختلاف
وكما قال أحد الفقهاء قديما وأظنه الشافعي، الشافعي أفكاري صواب تحتمل الخطأ، وأفكار غيري خطأ تحتمل